على فكرة دول صغيرين في السن، بس عشان الناس ايه اللي بتتكلم وتقول ان الاسود صغيرة، الاسود عواجيز، ده لسه شباب على فكرة. عندي طوال الاسود اهي. يا جميلة، يلا قومي يلا. اهلا وسهلا اعزائي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معاكم فاطمه محفوظ ولايف جديد. طبعا في بدايه اللايف بتاعنا دخلت علينا على طول الفنانه بتاعتنا الجميله فاتن الحلو. اولا عايزه حضرتك تقولي لي الصوره المتداوله على السوشيال ميديا دي، عايزاكي تكلمني اكتر عن الموضوع. بص حبيبة قلبي، انت طبعا عرفت ان الصورة ان المفروض الاسد واقف بيعمل التريك بتاعه ان هو بيروح يقف كده والناس تحييه، وهو بيحيي الجمهور وهو كيوت جدا. يعني كوبر ده احلى اسد عندي، ماشي؟ فده دلوقتي زي ما انت شفتي كده، حد لقطة بيهزر بيعمل، فوجئنا ناس بقى من اصحاب النفوس الحلوة قالوا لا ان الاسد ده نايم وتعبان. ازاي نايم يعني ويشتغل؟ ازاي الكلام ده كده ومش حقيقي؟ وانتوا النهاردة هتشوفوا العرض وانا بعرض، وهتشوفوا كوبر بيعمل ايه وبقية الوحوش المفترسة تاني. عارفين بس ان دول حياتنا احنا مربينا، فما ينفعش، دول زي اولادي وبحبهم جدا. سمعت ان حضرتك بتنيمي جنبك الاسود اللي لسه بتبقى صغيره او النمور اللي بتبقى لسه موجوده على السرير ده حقيقي؟ انت لسه شايفه واحد منهم اللي انا جبته دلوقتي واتصورت معاه. ده زمان خالص بيجي بيقعد بقى مع احفادي يلعبوا معايا وكده، ده حاجه جميله. طب عايزه حضرتك تكلمني معلش اكتر عن حضرتك، يعني في حاجات كتيره قوي بتطلعي تتكلمي فيها في الميديا او بتقولي ان انا هموت جوه قفص الاسود، عايزه حضرتك تشرحي لي المقوله دي. كلمه ان انا هموت، يعني ان ده حياتي ومهنتي، وبقالي اكتر من 25 سنه في السيرك، واحنا سافرنا دول العالم. يعني عايزه اقول لك جواز من بره، من الدوله العربيه واوروبا وكله، واحنا دلوقتي حاليا ما تجيش بعد 25 سنه ويقول لك احنا اقفلوا السيرك. طب ليه يعني؟ السيرك فاتن الحلو، يعني حتى غلطوا وقالوا سيرك محسن لحاجة محسن رحمة الله عليه. أنا اللي موجودة هنا في المعادي، كارفور المعادي، في بعض نفوس سيئة إن أنا إزاي أشتغل في المكان هنا، ومتضايقين جدا وزعلانين من اللي هما بيشتغلوا يعني سيرك. بس للأسف كل واحد وليه مجهوده، انا عشان ناجحة فبيحصل كده، دايما تطلع لي اشاعات كده جميلة. يعني مرة قالوا الاسد ساب في نادي الشمس، وانا نقلت من نادي الشمس جيت هنا، اجيت هنا جايين وراي اشاعات برضو. انشام عايزين ايه؟ يعني ايه اللي هم عايزينه؟ انا هموت في السر، وحياتي فني، وحياتي انا وبنتي دهب ابراهيم الحلو وكاميليا ابراهيم الحلو، حياتنا السيرك بعد ما والدهم النجم برنس عائله الحلو ابراهيم الحلو توفى، انا اللي ماشيه المسيره وراه. وحاصل ابراهيم الحلو حاصل على دكتوراه في فن وتدريب واخراج السيرك من المانيا وفرنسا وروسيا، ومعروف تاريخنا ايه، وانا كتبت على الصفحة بتاعتي وقلت هذا الكلام. فاهدوا شوية، ربنا يكرمكم يا رب. احنا في ناس كتيرة معايا، ناس اجانب بعمل تنشيط سياحة ان البلد امنة، ان البلد ما فيهاش، قعدنا سنتين الكورونا ما اشتغلناش وكانت الدنيا بايظة، لسه بنشم نفسنا وبنشتغل تقولوا نقفلونا ليه ومن امتى؟ بصراحه حاجه غريبه. انا ضحكت اساسا، انا مش عارف.
هتشوفي النهارده كوبر وبيغني وبيوقف وبيتسلم على الجمهور الجميل ده. واسفه جدا لان انا عطلت الجمهور عشان نطلع نشوف اللايف دلوقتي. شكرا يا بطل. العفو حبيبي. وبعدين يقول لك ايه اثار تعذيب؟ فين التعذيب ده؟ ها امره كيوته جميله. ها ده شاب صغير ماشي. هندخل على التاني برضو وتعالي بقى دخلك من جوه من ناحيه ماشي. تعالي كده انتظرونا في بقيه اللايف. هنشوف دلوقتي بقى العروض لفنانتنا القديره فاتن الحلم. يا جماعة على سيدة الحضور الأطفال اللي قاعدة في البراويل الأمامية يا ريت قاعدة ترجع لورا، واللي معاه براويل يا ريت تشيلها. نرجو بعض الأطفال عن قفص الوحوش منعا للخطر. شيلوا البراويل لو سمحت. التصوير التاني التصوير وبلاش ما تصوير ما يخربش سلك بلدنا خواجة بعده لا يهش ولا يمش لقد حان الوعد وجاءت المفاجأة. مع أقوى أختر استعرضت تدريبات الوحوش المبتكرة مع سيدة المدربة العربية فاتن الحلم. زي ما احنا شايفين كده الفنانة فاتن الحلو. Yeah.
وميسي